تحية نضالية لجميع الأحرار أينما وجدوا. اليوم جيت باش نتكلم على ذاك الصحفي اللي خرج إليا با لونطون. حنا كنا ضامنا معاه ولما تعتقل في 2017 بالحسيمة في مظاهرة 20 يوليوز، وقال لك انه هو على حساب الكلام ديالو قال لك انا تسجنت ظلما وعدوانا وهذا، وحنا يا عارفين يعني عارفين من القضاء، القضاء لما كيتحكم الواحد كيقولوا القضاء باسم الملك، يعني هو حكم باسم الملك وهو التمس الملك مرات عديدة يعني انني راني مظلوم. وهو قال لك سجنوه في قضية حشومة، كاع نقولها كاع الدبابة، ديك الدبابة هذيك اعتقلوه. المهم حنايا بقينا كضامنا معاه كما نتضامن مع جميع المعتقلين، المعتقلين اينما كانوا. والسيد ملي كان في السجن بدا كيبكي وقال لمرتو شري لي الكفان، ومن بعد قال لك راه يعني ما احترموش وفتشوه وهو عنده ديجا مريض بالبواسير وما كيجيبولوش الدواء ديالو. والمهم ضمنوا معاه الاخوان وضمنا معاه كامل، وهو لان حنايا نتبعوا من الاول كيفاش هو كان معروف هذاك الصحفي، ولكن منين جا حراك الريف بدا كيبان بزاف، وبدا كانوا عنده اتصالات مع ربيع الابلاقي توسا على حسب هذاك موقع بديل، وهذاك الشيء كان كينقل الاحداث، ومن بعد كان كيخرج في خرجات. وهو بنفسه قال لك المغرب ماشي دوله وما كاينش القانون، وبدا كيخرب لهم في واحد يعني لي دوسيي اللي قلقوا شويه النظام تاع علي، وانه خرج باش يدفن مو ما رجعش للحبس. علاش؟ لانه صديق الملك وبقى هو كيخاطب الملك هكذا ديريكتومون، ومن بعد كيقول الملك راك مشيت تغديت ولا تعشيت مع اخنوش، واخنوش غادي يغتنم هذه الفرصه. يعني مشى لواحد المواضيع والمساعدات ديال قطر وهادو كاع هضر عليهم. والمهم ولات عنده شعبيه كبيره، وحنا كنا نعرفوا انه هو من قبل كنا عارفين عليه انه كان ملكي، ولكن حنا قلنا ربما انه غادي يتبدل لان القضاء هو باسم الملك. انت يعني كتكون كتتهلل واحد مثلا النظام، والنظام هذاك كيجي يحكم عليك ظلما وعدوانا، يعني هنا ما عندكش النفس وانت كتقولها. يعني حنا غير كنسمعوا غير متتبعين غير كنشوفوا. من بعد بقاو يستناو يخرج، حنا نستناوه كيشكي وكذا، وجيبوا لي الكفن ومنا ومرتو، وحنايا يعني مشينا يعني ضامنا معاه كانسان وبقى فينا. ومشى نهار اللي خرج تعرضوا له الناس وهزوا على كتافهم، ويعني فرحوا كل شيء، وكيستناوه يخرج بواحد التصريح. كان غير سكوت، كان غير ما هضرش، ها هو عادي اللي بدا هضر جوج مرات ولا ما قالش شي حاجه، ولكن ما تراجعش في المواقف ديالو. هو خلع البيعه كاع عادي اللي بدا حيل داخل. اما المهداوي خرج جا قال لك سيدي كان هو كان ملكي ودخل للسجن وبقى ملكي، وخرج من السجن ولا ملكي كيما نقولوا غواليس بلوس كو لو غوا، ولا ملكي اكثر من الملك، يعني ملكي حتى النخاع. حنا هنايا شويه ما فهمناش، حنا ما فهمناش الاستراتيجيه ديالو. وهذا يعني حنا ونيتي كما نقولوا بالفرنسيه ونيتي ديسو، يعني صابنا نوع من يعني تشوكينا كيفاش واحد السيد اللي كيعذبوه وما احترموهش، ويعني كاين شي مسائل اخرى ما ندخلش في التفاصيل. ومن بعد كيخرج وكيبقى يهلل، ومن بعد قال لك كان امبراطور في السجن. ايوا امبراطور في السجن، شكون هما؟ واش هذا بابلو اسكوبار؟ واش هذا الديب؟ يعني ما بقاتش عنده مصداقيه منين ولا كيقول هاد الهضره هادي. انا حنايا كنقولوا نيشان، حنا عندنا مواقف ثابته حنايا، ما فهمت ما كنرجعوش. نحن كنضامنوا مع كل شيء. حنا مثلا طارق مهيب دخل السجن نضامنوا معاه، باصيرو في السجن نضامنوا معاه، مول كاسكيطان نضامنوا معاه، المعتقلين ديال المختطفين نسميهم تاع حراك الريف لان هادو غير تخطفوا ما عندهم ما كاين حتى شي حاجه، حتى الاخرين غير مختطفين حتى هما.
باش ما يقول لك شي واحد راني نفرق بينه وبينه. هذا نضامنوا مع كل شيء، لان احنا عارفين النظام هو اللي كيخلق البو 20 خلق له قصه كل واحد، والمهداوي خلقوا له دبابه. واش المغرب مرده كيجري على 1000 واحد غادي هو يدخل دبابه؟ هذه راه كاع ما كاينش، مشاو دبروا له على واحد البو عزاتي بوتيتر نيكزيست ميم با، وداك السيد داروا له. المهم الحكايه راكو عارفينها، وهو خرج تسجيل، خرجات ومرته وسمعنا له في الفيديو وكيتشكى وكيضحك، وهاد القضاء ظلمني وكيستهزئ وخرج كيهلل. والاكثر من ذلك جا كيدير واحد الفيديو، انا علاش غادي نجيت نهضر اليوم، لقيته البارح دار واحد الفيديو. اولا وقبل كل شيء انا كنرفع نبعث التعازي ديالي لعائلة الطفل عدنان، ونتمنى اشد العقاب للقاتل ديالو او القتله ديالو، ونتمنى لهم الصبر للعائله ديالو، ونتمنى ان العقاب يكون جد 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 قاسي، وما يبقاش النظام يطلق لنا المشرملين ويطلق لنا هذوك مشرطين الحناك وصحاب الخور والمغتصبين. وهذا هاد المره هنا الشعب المغربي، هنا ماشي تقعد تبعوا لي المهازل حمزه مون بيبي دنيا باطمه الزبل المقرد والخنز، هلا هادي لازم تخرجوا ديروا مظاهرات كبيره باش يبقاو يشدوا دوك المغتصبين يحكموا عليهم اقصى باش ما يبقاوش يخرجوا كما دانيال غالفان وزيد 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 وزيد. المهم نرجع للموضوع ديال المهداوي. لقيت المهداوي كيناقش القضاء، كيقول لك واه القضاء غادي يدير خدمته وكذا، الى القضاء النص كيقول هذا الاعدام. ايوا السي المهداوي، انت غير البارح انت تقول المغرب ماشي دوله والقضاء ما نصفكش. وانا عجبني واحد التعليق نتاع واحد الاخ، قال لك المهداوي داك اللي كان غادي يحكم عليك بالاعدام عطاك 3 سنين، يعني هذا ديال اللي اغتصب الطيف وقتلو ولا هذوك ولاد سيدي رحال ولا جو سي با شي سيدي انا ولاد سيدهم رحال، المهم ما عرفتش الحكايه بالضبط. المهم القاتل يعني غادي يعطيو له شي حاجه قل، وما جا كيناقش. انا رجعت له تما واحد التعليق ونفتخر به، قلت له انا كون جيت بحالك ما نجيش نبان انا كاع على داكش الكلام اللي قلتي توزا. ومن بعد هو عنده مشكل مع دبابه، وانا صيفط لي 150 دبابه اكثر، واحد 200 دبابه اللي صيفط لي انا البارح الى ايبانغلي التعليق ديالي وهجموا عليا الناس. يجي هنايا وهدر، ايوا انت ملي كتقول لي اجي هنا وهدر يعني انت كتعترف باللي الدوله ديالك النظام ماشي ديمقراطي، فهاد الشيء اللي كاين. اجي هنا وهدر، ما احنا المواقف ديالنا ثابته، احنا ما كنحرضوش لا على عنف ولا والو، نحن المواقف هنا ثابته اسقاط النظام ما كاينش، لان النظام متعفن. المهداوي انت براسك كتقول ملي المغرب ماشي دوله، ودروك جاي كتقول للناس القضاء، وجر معك واحد الاخر الهوى اللي جاي يديهم، والمغاربه جا الهوى اللي جاي يديهم، وتابعينك الناس وزايدين هاجمين عليا القناه ديالي والمواقف ديالي ما تبدلش. كاين اللي يقول لك لا ملي كان في السجن ضامنا معاه، شكون علاش ما ضامناش معاه؟ واش كاين شي واحد دار له اكثر من اهل الريف؟ من تماك مشاف ردوها هيرو ولا شخصيه كبيره المهداوي، كلها شخصيه كبيره، يا كاع هذوك الاصدقاء اللي كانوا معاه، داك بامو داك شلغم القيدون داك الحبيب حجي، يا كان يمشي معاه ويغني معاه مناضلون وهادي ومنا في التالي، واش الا ليسي طومبي كاع ما داهاش فيه؟ وكلهم هادوك اللي كانوا صحابو كاع سمحوا فيه ولا ما لقى حتى واحد في التالي. ومن بعد خرج نسا وجاي بوجهو حمر كيهضر لي على القضاء. ايوا كنت تقول المغرب ماشي دوله وتزيد تهاجم، تصيفط لنا واخا تصيفط لنا الملايين ديال الدبابة، احنا عارفين هذاك اللي كي هذيك 150 راهم هما غير واحد 5 ولا 10 نتاع المخازنيه، وعندهم دي فوق بروفيل، احنا راه ماشي كافية كنخدموا العقل. انا باللهجه اللي كيكتب الواحد كنعرف واش نفس الشخص اللي كيكتب ليه وليه، وكنعرف المناطق، وكان يعني حنايا ونا نسيرفو وما كنساوش الذاكره ديالنا. انا نعقل عليك المهداوي كنت تقول
علاش الملك ياكل معاه خنوش، ولا خاطر خنوش من بعد حتى واحد ما غادي يبقى يحبسو. داكشي اللي كان خنوش داي كلش، الماء، الهواء، البحار، الحوت، الغابات، كلش، هو وزير كلشي، كاع الخيرات ديال الاخر. يعني انت على حساب الهضره ديالك، ودروك خرجت وجايك تما، ولا لا فوت ماشي نتاعك انت، لا فوت نتاع هادوك اللي متبعينك. اما احنا احرار، احرار وثابتين على المواقف ديالنا، ولا يرهبنا احد، وما نخافوا حتى واحد. ودوك اللي كيقولوا لنا روحوا هنا ونهضروا، فهمتوا؟ كاين احرار الداخل في المغرب، كاين جمهوريين، كاين جمهوريين نرفع لهم التحيه، وكيهضروا الداخل ومازال يهضروا، والفكر الجمهوري باقي ويتمدد، وحراك الريف باقي ويتمدد. ويعني راكو غير كتصدعوا راسكم بهذاك الذباب الالكتروني وهذاك الاخر. اما المهداوي، السي المهداوي، نتايا راك حكمت على راسك نتايا، ما حتى واحد، ما لو كان غير التزمت الصمت باش تي ايبانغلي داك التعليق ديالي، باش تشوف زعما تصيفط لي هجموا عليا الذباب. هذو حشرات، هذوك حشرات كاع ما نستعرفش بهم، انا ما نستعرف حتى بشي واحد. ايوا المهم، هذا كان غير فيديو باش نوضح واحد الامور. انا ما شتمت شي واحد، قلت غير الحقيقه، ماشي عندي شي حداوه مع المهداوي كشخص، وانما الافكار ديالو، وهو ما عندوش يعني هو ما شدش في الكلام ديالو. وهذوك اللي تابعينه راكم غير تابعين نتوما مع الهوى اللي جاي يديكم. غدا واقيلا لو كان يجيكم واحد اخر يهضر لكم على حكايه اخرى. أخص الواحد تكون عنده الكلام ديالو ثابت. هادشي باش المخزن راه ناجح، عشرة تاع الناس كيوليو 150 دبابة، ما لا احنا كاع ما نديوهاش فيكم. والله واخا ما تعرف كاع واش تديروا، ولا المواقف ديالنا ثابتة، نحن جمهوريون ونفتخر بها ونطالب بإسقاط النظام. والتحية نضالية، وإلى فيديو قادم.